اهلا بكم، عدنا اليكم في من سيربح المليون المتسابق. الحسين، الحمد لله، يرحمك الله يا حسين. المتسابق علي اكبر مهرجاني الان وصل الى السؤال السادس. نعم، وهو جاهز؟ جاهز، ونص وثلث وربع. عزيزي علي، السؤال يقول: متى قامت الحرب العالمية الأولى؟ الخيارات 1914، الخيارات بدون خيارات 1914. تصفيقة، تصفيقة. السؤال السابع، جاهز؟ جاهز. السؤال يقول: متى تأسست دولة إسرائيل؟ 14 مايو 1948. لو أنت على ريال، أنت نابغة، أنت متأكد؟ لا تسألني أنت متأكد. إجابة نهائية، إجابة أخيرة؟ أنا متأكد. لديك أربع خيارات. هذا هو الخيار الصح. السؤال الذي يلي، صح ولا غلط؟ الإجابة صحيحة، كلهم صحيحة. يقول صحيحة. أبدا يا شباب، يقول صحيحة. السؤال التالي: من هو أول رئيس لإسرائيل؟ حايم وازرمان. لمن الخيارات؟ الخيارات لك أنت وأصحابك. أنا خلاص، هذا الحاجة ما أتهمني ولا عدنا فيها. أنت موسوعة، خير لك خير. أنا خلاص انتهى موضوع الخيارات بالنسبة إلي. الدليل سؤال عسير. أنا تعبت من أول ما دخلت هنا وكلها أسئلة. ها ها، سنأتي، ها. سنأتي إلى الأسئلة. تفضل. الإجابة صحيحة. السؤال التالي وهو التاسع: من هو أول رئيس أمريكي؟ جورج واشنطن. هذه بلدي. جورج واشنطن. بلدك أمريكا؟ بلدي، كل هذه الأسئلة بلدي. ها، بلد. أي أنني أعرف كل شيء عنها. إسرائيل وأمريكا كأنها بلدي. نعم. السؤال التالي يقول: أجاوب قبل السؤال؟ لا لا لا، إذا حبيت أن أجاوب قبل السؤال سأجاوب. ستسألني متى تأسس حزب الله، صح؟ معروف. ما هو السؤال؟ السؤال يقول: كم عدد الدول العربية؟ 4 خيارات. ما له، تغير لونه. الدول العربية، كم عدد الدول العربية؟ اليمن. لا لا لا، تكمل الحلقة وانت ما وصلت عند أربع خيارات. أنا سأساعدك. تمام. هو يتكون من حرفين اثنين جنبا اثنين. سؤال بسيط: هل هي 43، 76، 22، 11 دولة؟ اثنين جنب اثنين. اثنين جنب 22. صفقة. الإجابة صحيحة. أنا أريد أن أسأل سؤال: لماذا أنت لا تقول وحصلت على مبلغ كذا كذا؟ الآن كم على مبلغ في كل سؤال يحصل المتسابق على مبلغ؟ سنكشف لك كم رصيدك. كم الآن رصيدك؟ 50. 50,000. 50,000. 50 ريال. رصيدك 50 ريال. معك، لماذا؟ معك من ريال فوق ومعك السؤال. السؤال من كم؟ من ريالي. لماذا؟ السؤال الرابع معك ب 16 ريال. متى تأسست بالريال؟ بريالين؟ رئيس إسرائيل بريالين؟ كله بريالي. إسرائيل وأمريكا بريالين؟ بريالي. تريد الملايين؟ أريد أبو 500,000، أبو 800,000. لماذا؟ الآن نبقى. لماذا ضاع الوقت؟ لماذا؟ أسئلة الملايين. أين قرداح الذي هو ها؟ أسئلة الملايين. جاهز؟ جاهز. سؤال الملايين. السؤال بسط. هذا لكن بسط، لا تكونوا تدخلوا فيه. سؤال بسيط كالسابق. عدد الذرات الهيدروجين. هذا لا. مستعد؟ مستعد. السؤال يقول: من هي أم المؤمنين؟ أكيد هذا ما تحتاج خيارة. بدون خيارة، من أسهل الأسئلة. السؤال مرة أخرى: من هي؟ ما لك بطني. سؤال بطني مغصبني. لا تبكي، سنساعدك، سأساعدك. من هي أم المؤمنين وبداية اسمها بحرف العين؟
بحرف العين يا عيوان. خيارات. نأتي بالخيارات. الخيار الأول، هل هي عائشة بنت أبي بكر؟ الخيار الثاني، هل هي عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخيار الثالث، هل هي فاطمة الزهراء؟ الخيار الرابع، هل هي سودة بنت زمعة؟ الإجابة لك. أحذف إجابتين. سؤال بسيط. أحذف إجابتين، قل للكمبيوتر يحذف إجابتين. من هي أم المؤمنين عائشة؟ قل يا الله خارجنا، كلم الكمبيوتر يحذف إجابتين. السؤال سهل يا أخي، أشتق، تعال مكاني وجاوب. نحذف إجابتين. ماذا حصل؟ بقي عائشة بنت أبي بكر وفاطمة الزهراء. إجابة واضحة، واضحة جدا. هذا السؤال ب500,000. فكر. رأي الجمهور. رأي الجمهور. لديك ثلاث وسائل. رأي الجمهور. جمهور استعدوا وساعدوا المتسابق علي أكبر مهرجاني. السؤال يقول، من هي أم المؤمنين؟ سؤال بسيط جدا. أنا داري، أنا داري لو بصوت رحنا جو. انتهى. أجاب الجمهور بنسبة 100% عائشة رضي الله عنها، لكن الجمهور قد يخطئ. صح، في أي شخطئ؟ قد يخطئ الجمهور، وهذا ما لا يحمد عقباه. الجمهور هؤلاء كلهم أجابوا وسهلوا لك الطريقة، عائشة رضي الله عنها. أجب بنسبة كم؟ 100%. قد يخطئ الجمهور، ماذا لو ذا؟ هل هناك خيارات أخرى لتبديل السؤال؟ لتبديل السؤال؟ لا يوجد خيارات. تبديل سؤال. نبدل السؤال. بدل هذا السؤال، هذا بيدخلنا. دولة في الشرق الأوسط فيها أكبر جالية يهودية بما يعادل 45,000 يهودي و 75,000 مسيحي. يا وعد الجن. هذه سؤالين معك بمليون، 500,000 في 500,000. ممكن نرجع للسؤال الأول، عائشة رضي الله عنها. عائشة، والله أنها أم المؤمنين عائشة. نرجع للسؤال الأول. نظام المسابقة، لا نعود للسؤال السابق. أنا في دار روحك. لن تعود للسؤال السابق. الله يلتغى. الله الله الله. لماذا لم تتكلم من أول؟ عائشة، والله أنها عائشة. لماذا لم تقل من أول والجمهور ساعدها وأرضاها ورضي الله عن أباها أبي بكر؟ عشان المليون. عشان كم كان ينفع؟ لا لا، رجع للسؤال. أجب على السؤال التالي. دولة في الشرق الأوسط فيها أكبر جالية يهودية بما يعادل 45,000 يهودي و 75,000 مسيحي. بقي لك وسيلة مساعدة واحدة، وهي اتصال بصديق. اتصل بصديق. اتصلوا بصديق الأخ علي. نسينا الخيارات، وروني الخيارات. يمكن أني استعن بصديق. الخيارات. استعن بصديق. والله أنت ضيعت سؤال مهم. استعن بصديق. نتصل بالأخ يوسف. ألو مرحبا. ألو مرحبا. الأستاذ يوسف. أهلا أهلا. أهلا وسهلا بك. لدينا صديقك المقرب علي أكبر مهرجاني في مسابقة من سيربح المليون. من؟ علي أكبر مهرجاني. الله. معك أستاذ علي. لي منه فترة. السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذ علي. حياك حياك يا الله. الله. الوقت يا أستاذ علي. الوقت الوقت. من من من؟ كم الوقت معنا؟ معك ساعة 13 ساعة. خذوه. من من من؟ خذ راحتك. 13 ساعة. الله لا يوفقكم ولا يضر عليكم بركة. توكل. علي من؟ علي أكبر مهرجاني. والله ما اعرفوش. ما اعرفوش ذا يا استاذ علي. انا اعرفك انا، وقالوا انك عندك يعني قدره على الاستيعاب المعلومات. ايوه ايوه. السؤال ب 500,000 يقول، وان شاء الله سيكون لك نسبه، ما من هي الدوله؟ ايران. 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 لحظه لحظه لحظه. الله لا وفقكم ولا ضر عليكم بركه. من هي الدوله؟ ما لقيت لك والله انها ايران. اي سؤال طيب؟
ما عرفك؟ أكبر دولة في الشرق الأوسط فيها جالية يهودية إيران. الوقت يعني أنت في برنامج من سيربح المليون. نعم أنا في برنامج من سيربح المليون. والدولة سؤال عائشة. ها؟ السؤال قبله حق عائشة رضي الله عنها. أيوة. الوقت الوقت. أنت الوقت. كيف أنت الوقت أنت تقول 13؟ 13 في مدة الاتصال. أنت الوقت. الإجابة. لحظة. انتهى الوقت. ايران. انتهى الوقت. ايران. انتهى الوقت. ايش انتهى الوقت؟ امشي. يلا. اجاوبت على المتسابق التالي. ايران. المتسابق التالي. ايران. امشي. ما انا معك 50 ريال. لن اتزحزح الا بالعشرة. 50 ريال. لن اتزحزح. انتهى البرنامج. نشكركم مشاهدينا. لا نشكركم. هناك باقي مسابقة. حصل المتسابق على 50 ريال. 50 حق ايش؟ اخرج انت. أنا سأظل هنا لما يجي المذيع الثاني جرجي قرداحي. أنا أشتي جرجي قرداحي. لا أجلس هنا حتى يأتي جرجي قرداحي. امشي. جرجي قرداحي. جرجي قرداحي. لا تعرف اسم أم المؤمنين عائشة؟ لا والله إني عائشة بنت أبي بكر. أنا قد كلمتك المرة الأولى.